بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع نص الأشعة السينية وحل تدريباته. جلست إلى هند ذات مساء وآنسنا القمر الساهر، تحدثتها عن ضياء عجيب يصر برؤيته الذائر. له زركة الماء لكنه شرار من النار مطاير، كمنتشر من غبار الزمرد يحمله لهب ثائر. كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظاهر، كأن به للعيون عيونا فكل خفي به ظاهر. يرينا الجسوم أضالع جفت وزايلها حسنها الناضر. حياكل محكمة شادها لطيف بما شاءه قادر. يرفرف فيها الفؤاد كما يرفرف في القفص الطائر. بهذا الضياء يرى كل جرم عن العين يستره ساتر، ولكنه لا يرينا الضمير ولا ما يجول به الخاطر. هنا الشاعر يتحدث عن الأشعة السينية. يعني أعطيكم فكرة كده على السريع. جلست إلى هند ذات مساء وأنسنا القمر الساهر، كانوا قاعدين في تحت ضوء القمر، وحدثها عن ضياء عجيب يصر برؤيته الزائر، اللي بيتكلم عن الأشعة السينية. له زرقة الماء، لونها أزرق، لكنه شرار من النار متطاير، يعني حركتك كالشرار، كمنتشر من غبار الزمرد، يعني شبه شكلها مثل غبار الزمرد يحمله لهب ثائر. الزمرد ده من المجوهرات النادرة. كأن به للعيون عيون، يعني الأشعة دي كأنها بتشوف، فكل خفي بها ظاهر، ترى كل شيء مخفي. يرينا الجسوم أضالع جفت، لكن هو بيتصور الجسم ضلع جاف ما فيش فيه لحم، وزيلها حسنها الناضر، الجمال اللي عليه راح، لأنه بيتصور الهيكل العظمي. هياكل محكمة شادها لطيف بما شاءه قدره. الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأجسام وهذه الهياكل. يرفرف فيها الفؤاد، يعني القلب بيرفرف كما يرفرف في القفص الطائر، شبه رفرفة القلب خفقانه برفرفة الطائر. بهذا الضياء، فايدة الأشعة السينية بقى، يرى كل جرم، يعني عن العين يستره سات، كل جسم داخل الإنسان لا تستطيع أن تراه بالعين تراه بهذه الأشعة، لكنه لا يرينا الضمير، ما يقدرش يصور لك ضميرك ولا ما يجول في خاطرك من أشياء تفكر إيه فيها. آنسنا جعل جلستنا لطيفة، شرار أجزاء صغيرة متوهجة تنفصل عادة من جسم يحترق. الزمرد حجر كريم أخضر اللون، أضالع مفردها ضلع وهو عظم من عظام الصدر. زيلها يعني فارقها الناظر الجميل المشرق. هياكل مفردها هيكل، والهيكل العظمي مجموع العظام التي يقوم عليها بناء الجسم. اللطيف اسم من أسماء الله الحسنى اللي هو خلق هذه الهياكل. يجول يطوف، يعني ما يقدرش يصور لك. أقرأ العنوان والصورة وأبين العلاقة بينهما. صورة توضح صورة مصورة بالأشعة السينية في هيكل عظمي كده موجود عندك في الصورة فوق، هذا مصور بالأشعة السينية. أي شيء سيتحدث النص في رأيك عن الأشعة الدينية وفائدتها وشكلها استخرج النص، استطلع النص ثم اكتب عنوانا جديدا. أهمية الأشياء الدينية
أتعرف على معاني كلمات المعجم المساعد، ثم أملأ الفراغ بما يناسب منها من نفس الكلمات. تطاير إيه اللي تطاير؟ هو هنا يقصد يجيب له من نفس إيه كلمات الجملة. تطاير الشرار من الموقد، في يد الصغيرة أسوار ذهبية مرصعة بالزمرد. ظلت المريضة أيامها في غيبوبة تامة ثم عافاها. زايلها يعني مشى، يعني زايلها تركها، زايلها الخطر. هياكل محكمة شادها لطيف بما شاءه قادر. كلمة شادها يعني خلقها، اكتب له كلمة ايه؟ خلقها، اكتب له هنا خلقها. دول وننزل تحت شوية عشان نشوف الباقي. يرفرف يعني يخفق، يخفق. جرم يعني جسم، جرم صغير يعني جسم صغير، يبقى هنا يخفق وهنا جسم. ما الضياء الذي يتحدث عنه الشاعر؟ ضياء الأشعة السينية. كيف تزيل الأشعة السينية جمار المرء؟ تصوره هيكل عظمي. فقط البيت الذي يبين قدرة الخالق. هياكل محكمة شادها لطيف بما شاءه قادر. شادها لطيف بما شاءه قادر. لولا الأشعة السينية على كل أجزاء الجسم وخباياه إلا شيئا واحدا، فما هو؟ الضمير. وما يجول به الضمير؟ وما يجول به نملأ خريطة الأشعة. لونها أزرق كالماء، زرقة الماء. شكلها مثل غبار الزمرد، مخضر شوي. فائدتها تظهر كل شيء في الجسم وتساعد الطبيب على
تحديد المرض وعلاجه. شوف الكسر مكسور، عنده حصوة، عنده حاجة خبيثة، أي شيء كده. حركتها شرر متطاير منتشر كالنار. شرر متطاير منتشر كالنار. بما شبه الشاعر الأشعة السينية وبما تشبهها أنت، شبهها بغبار الزمرد المختلط بلهب النار. أشبهها بشرر النار المتطاير، أو بكاميرا دقيقة تكشف ما بداخل الجسم. هذا هو بقول لك، شبهها براحتك اللي انت نفسك تقوله. يكشف الأشعة السينية عن القفص الصدري عن طائر خفاق. وما هو بطائر؟ ماذا يقصد الشاعر؟ يقصد القلب الخافق، قلب الإنسان، يقصد القلب الخافق اللي هو الإنسان يعني. القلب الخافق. اختار من النص البيت الذي أعجبني. أنا أعجبني هياكل محكمة شادها لطيف بما شاءه قادر. لأنه يوضح عظمة قدرة الله عز وجل بخلق الإنسان وهيكله العظمي، يذكرنا بفضل الخالق علينا. من تفكير ناقد، هل يمكن
تطوير الأجهزة الإلكترونية بشكل يجعلها تأخذ دور الإنسان في أداء بعض الأعمال؟ نعم، وضح إجابتك. أقول له مثل الرجل الآلي والروبوت الذي يعمل عمل الإنسان الآن. الرجل الآلي والروبوت الذي يعمل عمل الإنسان. لو أنت حبيت تشوفه اكتب على النت كده على اليوتيوب روبوت يعمل عمل الإنسان، ستجد يقوم ويسلم وبيتكلم وحاجات من دي. وفي الختام لا تنسونا من اللايك والدعاء والاشتراك وإرسال القناة لزملائكم وأحبابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.